بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين بي سي اكشن ومستمعينا عبر اذاعه بي سي اف ام وايضا من يشاهدنا من خلال شاهد في اي بي، اهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده للتواصل من خلال تويتر عبر الهاشتاج الذي يظهر امامكم على الشاشه، واللي حاب يتواصل معنا في نقطه نظام تفضل بالمشاركه عبر الواتساب، ارسل الفيديو عبر الرقم 0570-600-11. عندنا مواضيع كثيره اليوم فيما يخص الجوله 26 ونتائجها، الجولة القادمة 27، وكيف ممكن تكون حسابات الأندية المتنافسة على لقب الدوري، وأيضا اللي متوهقين في آخر سلم الترتيب من الدوري واللي أنديتهم وجماهيرها على أعصابها في الجولات الأربع المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. لكن لعل الحدث الأبرز اليوم هو ردة الفعل الأولى التي صدرت من إدارة نادي الهلال حول قضية لاعب الهلال والمنتخب السعودي محمد كنو، والنزاع الحاصل ما بين ناديي النصر والهلال حول اللاعب الذي وقع لعقدين منفصلين مع الهلال ومع النصر في الفترة الماضية. أحب بضيوفي في حلقة اليوم، معي هنا في الاستوديو الكابتن حمد المنتشري الناقد الحصري للبرنامج، وأيضا ماجد الفهمي الناقد الحصري للبرنامج اللي والله وراه علوم بس أقول لكم إياها بعد شوي، ومحمد العنزي أيضا من الرياض اللي أنا متأكد أن الملفات اللي قدامه في كل حلقة بتشتغل، ولا لا يا أبو لما؟ مساء الخير أبو لطيفة، أمسي عليك وعلى متابعين أكشن مع وليد في كل مكان وعلى الزملاء الأعزاء. حقيقة بيان الهلال مفاجئ قبل الهواء بثواني، بس إن شاء الله قدرنا نحضر بعض الأشياء المهمة واللي تثري الحلقة وتثري المشاهدين كعادة البرنامج وما يقدمه دائما في مثل هذه القضايا. أنت كذا نرمي الآن عبر الهاتف المستشار القانوني للبرنامج أستاذ فهد بارباع. أبو فيصل حياك الله، في البداية كيف شاهدت بيان الهلال من الناحية القانونية؟ رحب بك أستاذ سلطان، رحب بضيوفك الكرام الأستاذ ماجد، الأستاذ حمد، الأستاذ محمد العنزي. بالنسبة لبيان نادي الهلال، من الواضح يعني يمكن تكلمنا فيها عدة مرات في أو المرة السابقة في البرنامج في بعض الجزئيات الخاصة بتوقيت القرار أو الخاصة بالمواد القانونية اللي موجودة في البيان. يمكن لو يعني تحليلا للبيان نلاحظ أن البيان يعني الهلال دافع عن بعض الجزئيات الخاصة فيه فيما يتعلق بمنع التسجيل، ودافع أيضا عن لاعبه فيما يتعلق بالعقوبة الصادرة بحقه وما يتعلق بتعريف الفترة المحمية اللي ما زلنا نؤكد وفقا للتعريف اللي موجود في لائحة الاحتراف السعودية، وطالما موجود نص، النص يقول أنه بعد سريان العقد تبدأ الفترة المحمية بعد سريان العقد، وهذا التعريف في لائحة الاحتراف المحدثة. يعني لائحة الاحتراف هذه ما هي لائحة يعني قديمة يعمل بها من 10 سنوات، لائحة محدثة، ونفس التعريف مأخوذ من اللائحة الدولية أن الفترة المحمية تبدأ بعد سريان العقد. بالتالي طالما يوجد نص في لائحة الاحتراف السعودية لا يجوز لأي لجنة اللجوء إلى اللوائح الدولية أو اللجوء إلى الأحكام أو السوابق القضائية الدولية طالما يوجد نص، وهذا الأمر موجود في الأحكام العامة في اللائحة، موجود أنه لا يمكن اللجوء إلى أمور دولية أو إلى لوائح دولية إلا في حال عدم وجود النص. شيء تبي تضيفه في هذه القضية أبو فيصل؟ لا أنا بس أبغى يعني محمد العنزي بس يرضى علي ما يكون زعلان مني. لا راضي عليك أكيد، راضي علي أبو لما؟ ايش دخل محمد العنزي؟ من محبه يبقى رايك وفينا. اي لا لا لا، محمد العنزي ايضا حينما يتحدث من معرفه ومعرفه التفاصيل وايضا يقرونها بالقانون، فبالتالي ابو فيصل رايك القانوني يحترم ويبقى رايك، وايضا محمد العنزي له رايه في نهايه الامر. الصورة النهائية هي من تحدد. أنا أعتقد أنه قضية القرارات فض المنازعات حسمت الأمر، هي ما جابتها نعم من صحيح. الخيال جابتها صحيح. من نعم لائحة صحيح. وأنظمة بعض التفاصيل اللي قد تخفى علي وعليك، ترى ما كل ما يعلم يقال، هناك من يقدم بعض الأشياء الخاصة التي تدعم قضيته،
فأعتقد أنه فضل المنازعات اتخذت الإجراءات الرسمية وظلمت النصر في قرارها، لا سيما في 7 مليون. هي 7 مليون المقدم ضمتها للشرط الجزائي ل 27، فكان النصر مظلوم من القرار، وأعتقد النصر سيستأنف على هذا القرار. 7 مليون قبل 27 مليون. 7 مليون و500 ألف، مش 7 مليون فقط أبو لبا، عشان أصحح لك الرقم. ما أحب الكسور، ما أحب الكسور، الكسور بخليها لأبو فيصل. عطنا الكسور خذ الباقي. عاد أنت تدورها، عاد على 500 ألف تجيب لك تذاكر موحدة في المباراة الجاية. طيب شكرا لك فهد برباع المستشار القانوني للبرنامج. فيك ماجد وسهلا. طبعا طولت فاضي الحين، طالب كتب لجنة الاحتراف ولجنة الانضباط يجيبونها له من السيارة، ما أدري ليش ما جابها معه. حياك الله. تتفككت الشمس لعبت فيها. يا هلا وسهلا بلطيفة، أسعد الله مساكم ومساء السادة المستمعين والمشاهدين والزملاء الكرام، كابتن حمد والزميل أبو لما محمد العنزي. يمكن البيان جاء بعد قبل الحلقة بدقائق معدودة. تقدر تقف هنا وتقف هنا، تضع رجل هنا ورجل هنا، لكن القضية في عمومها أعتقد أنها قضية واضحة، ما فيها أي شيء شائك. يمكن بس اللي أنا فقط استغربته توقيت إعلان العقوبة ليلة العيد. لازلت يعني أضع علامة تعجب على هذا التوقيت. هل لجنة الاستئناف في حال الهلال أرسل للجنة الاستئناف بحسب الإجراءات المحكمة التحكيم لأي لجنة، محكمة التحكيم، لجنة الاستئناف، انضباط، أي شيء إن كان، هل لو الهلال أو أي نادي آخر أرسل في هذا التوقيت هل سيتم استقبال هذا الطلب والعمل عليه أو لا؟ هذه نقطة. أحياناً في طبعاً الاتحاد السعودي لكرة القدم يلعب أو يعمل دائماً حتى خارج أوقات الدوام على مدار 24 ساعة وحتى في الويكند أو شيء من هذا القبيل، لكن توقيت إعلان العقوبة أنا أضع عليه علامة تعجب كبيرة جداً ونحتاج توضيح في هذا الأمر. أبغى أخذ رأي حمد المنتشري في القضية قبل أروح الفاصل. شوف يا أبو لطيفة، صراحة هو موضوع شائك، موضوع صعب. شوف كلنا متفقين والجميع يعلم أنه محمد كنو، اللاعب محمد كنو أخطأ في اللي سواه، كونك موقع مع النصر تروح توقع مع الهلال، أخبرتهم ما أخبرتهم، هذا الخطأ والجميع متفق على العقوبة والمبلغ المالي اللي حيكون لنادي النصر، هذه ما فيها شك. لكن القضية الآن بين الهلال وبين النصر، في أوراق، في معلومات أكيد ما ظهرت زي ما قال أبو لما، في أشياء ما كل ما يعني يعرف يقال أو يحكى، فأكيد الهلال عنده جزئيات يستند عليها والنصر كمان عنده جزئيات يستند عليها. لكن احنا في الاخير ارجع اقول لك احنا ما احنا قانونيين، بس انا اشوف انه موقف النصر صحيح في الموضوع. زميل صالح العمري مراسل البرنامج في حفر الباطن التقى بخالد الرويلي شقيق لمياء اللي تدعي انها صاحبة الجائزة. اول حاجة طلع علينا احنا الكاميرا على اختي وبنت أخو الصغيرة، والمنظمين اللي تحت نادونا قالوا البنت الصغيرة واللي جنبها اللي هي أختي، طلعونا بين الجمهور، نزلنا دخلنا الملعب ونزلنا تحت عند المنصة، تحت المنصة، وصورونا من قبل المنظمين، أخذنا الصورة على أساس أنها لي يعني. دخلنا داخل طلبوا مني البيانات الشخصية حقت أختي، أعطيتهم، فجأة زي كده وهو قاعد يعبي البيانات جاه اتصال باللاسلكي، أنا لحد الآن ما أدري إيش السالفة، كلم زي كده شوي، قال انتظر شوي أبطلع وبجي، طلع جلس يمكن. معلش لحظة بس، مين اللي طلع وإيش الجائزة اللي أنت فايز فيها؟ اللي فايز فيها السيارة طبعا، السيارة والمنظمين تبع وزارة الرياضة. طلعوا وجانا شوي، قال انتظر لين بعد المباراة في إشكالية. قلت شو يعني الحين انتم طلعيني ومصوريني بين الجمهور؟ قال معليش انتظر بعد المباراة. قلت اوكي. قلت ليش في؟ قالوا في وحدة تدعي انها هي اللي فايزة. قلت اوكي مو مشكلة، انا واثق انها احنا اللي طلعنا وهم اللي منادينا وهم اللي مصورينا. فجأة بعد المباراة يوم طلعوا الجمهور وطلعوا الإدارة كلها واللعيبة ودونا القناة الناقلة، دخلنا أنا والطرف الثاني، يوم دخلنا قالوا إحنا نبي اللي فوق،
قلت شلون انتم منادين الطفله الصغيره مع اللي جنبها؟ هم قالوا الطفله الصغيره مع امها، ما يدرون عمتها هي تصير. قلت كيف؟ قلت قال اللي فايزه هذه. قلت اوكي بيننا وبينكم الله على ما قيل. التصوير كان موضح عليكم انتم ولا كان موضح على الطرف الاخر؟ علينا احنا بالزوم، هم المنظمين نفسهم قالوا البنت الصغيره واللي جنبها هذيك فوق الحاره، يعني ما ادري كيف هم الزوم على علينا كلنا، بس هم اللي تحت المنظمين قالوا البنت الصغيره واللي جنبها مصورينها هي بعد بدون جمهور ولا شيء يوم انتهت المباراه، يعني ما ادري ايش اقول. انا اشد وزير الرياضه طبعا المشكله اللي صارت شلون يسلموني وبعدين يسحبونها مني فجاه، يعني مو منطق هذا. بس بعد ما اتجهوا الجمهور للخارج اللاعبين الاداره سلموها البنت كان بحضورك؟ لا انا طلعت، انا خلاص يوم صار زي كذا قلت بيني وبينكم الله ان شاء الله. معوض ان شاء الله يا خالد انت واختك لميا، وان شاء الله تجيكم سياره باذن الله. انا متفائل ان الامر هذا قد يحل، لكن اللبس اللي حصل عند بعض الناس، شوفوا الكاميرا يوم تزومت على الفائزين كانت هي الفائزه اللي في الوسط اللي استلمت الجائزه في الاخير وكانت متصوره مع المفتاح اللي هي في الوسط، فكانوا يعتقدون المنظمين، انا ما عندي معلومه، انا هذا تحليل، فكانوا يعتقدون المنظمين ان البنيه اللي جنبها تبعها، فقالوا البنيه وامها، وثر العمه كانت في الطرف الثاني من الشاشه في نفس الصف، والحرمه اللي فازت بالجائزه هي اللي كانت في الخلف. فهذا لبس حدث ويحدث في كثير من الاحيان، لكن ان شاء الله ان كلكم معوضين ان شاء الله، وربي يرزقكم خيرا منها. موضوع مهم، يعني لما يقول الهلال ارسل غرد ترى الان قدامنا مثال حي، يعني اللي فايز في الجائزه احد واللي اخذ الجائزه احد اخر، يعني ولكن الحق واضح، الحق واضح، لكن احنا نتحدث عن ايميل. انت كلجنه لا يمكن تاخذ ولا تعتد في تغريدات الانديه، معليش اذا 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 اخذ في هذا الموضوع ترى كارثه. لكن انا اتحدث انه لجنه الاحتراف او اي لجنه او اي جهه هي وفقا حتى منصوص عليها في اللائحه الاساسيه وفي النظام انه المخاطبات وفقا للقنوات الرسميه. انا ما اخذ في حسابك في تويتر انك اعلنت انك وقعت كانه هلالي حتى 2025 خلاص كانه اسجل كلجنه الاحتراف اعلن النادي انه لا انا متى اخذ في هذا الموضوع؟ اخذ لما يجيني عقد، فبالتالي انا اقول انه النصر على حق واضح قانونيا ونظاميا واجراءات. شكرا لك محمد العنزي كضيفي من الرياض، يعطيك العافيه، للاسف انت وقتي راحت الحلقه بسرعه. شكرا لك ماجد الفهمي. شكرا. انت مع محمد العنزي دائما عشان تعوض عن النكبه ولا هذا رايك؟ لا والله رايي القضيه واضحه، ما في اوضح من هذه القضيه يا رجل. واللي يقول النصر قدم درس الكروس، لا ترى هي قضيه واضحه ما هي صعبه على اي نادي. طيب مستكثر على النصر يعني؟ لا 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 القضية سهلة من سهولتها. شفت سهولتها ابو لما ما يبغى مدرسة القانون تطلع من الاهلي. ها علمتك. شكرا لك حمد المنتشي. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لكم ضيوفي الكرام ومشاهدينا ايضا ومستمعينا، يعطيكم العافية. غدا نتجدد موعد نفس التوقيت في امان الله.